السلاح دي لا يمكن يدخل لعيلة حسان حتى لو عايطير فيها رجال. لا إله إلا الله، ده إيه الحديث الماسخ ده؟ أبقيش إلا أنت يا شوقي عشان تتكلم نيابة عن البندرية؟ مدام كبرنا مش موجود، أي راجل من العيلة يدافع عن حقه. هو كان حدد أسلكم على طرف، افهموني كلكم، السلاح ده مش للقتل، السلاح ده عشان نحس بالأمان ونحمي نفسنا من الغدر والغدارين. وأنا بالنيابة عن العبايدة كلهم بقول إن السلاح ده مش هيدخل النشر إلا إذا توزع علينا واحد وواحد. السلاح قدامكم أهو، واللي يقدر على ثمنه يشتريه. وعيل للحديث ولا لا؟ السلاح ده سلاحنا وجايلنا مخصوص ودافعين حقه بالمليم. وكتاب الله ما يكون، السلاح ده يتقسم علينا يا اطلع برا النجم. يا بندرية هتفوتوا عيلة حسان تشتري سلاح تحطه على رقابكم؟ يا اخوانا مش معقولة الفوضى اللي انتوا فيها دي. المفروض العائلات كلها تجتمع وتحدد ايه هم اللي عايزينه في هدوء وبعقل. وهي عاد فيها عدل. اسمعوني كلكم، هم عايزين شرط كتير. هما كلمتين هنقولهم ويبقى جزرة وقطمها جحش. السلاح ده أنا اللي طالبه وطالبه ليكم كلكم عشان تحموا بيه زرعتكم، مش عشان تقتلوا بيه بعض. يتقسم بالعدل منه. يا أخوانا السلاح ده جاي للنجع كله، ومش هيتفرق إلا في ساعة الخطر بس ويرجع يفلم تاني. بس السلاح ده لازم يكون تحت أمر راجل واحد، لازم تجتمعوا وتختاروا مين هو الراجل ده. موافقين؟ موافقين. يلا اتفضلوا. كبرنا يا شوقي، استعجلوا من عند الجبل. لا اياك تقعد هنا، ده مكان اخوي حسان كبير النجع. انا اسف، مش قصدي يا رجاله، مش قصدي. اقعد يا خواجه مع البندرية لحد ما همام يجي. ما تقولوا لنا جمعنا ليه ولا احنا مواشي؟ كل الجدع بيبطل تصوير، سيب المدعوك اللي في يدك دي. اصبر بس يا عم لحد ما همام يجي عشان الكلام يخلص مره واحده. اهو جاهو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. كيف تغويش الرجالة حبيبي صاحبي؟ اقعد. تفضل يا عمي. دلوقتي اسمعوني كلكم. أنا شايف ثلاث كراسي في الوسط كده، مش عارف دول بتوع مين. ده بتاع مين؟ حسان الله يرحمه. وده بتاع مين؟ بندار الله يرحمه. وده بتاع مين؟ عباد الله يرحمه. يعني كلهم ماتوا. ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده. ده لأن عيلة حسان سابت زراعة الحشيش، ومن ساعتها مش لاقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زين، لكن هما دلوك رجعوا لأصلهم. رجعوا لأصلهم بس مش هنرجع زي زمان. احنا هنشيل الكرسي ده وهنشيل الكرسي ده، هيفضل كرسي واحد. اللي هيقعد عليه هو اللي هيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقة، وهيبقى هو ملك النجع. ومين اللي هيبدي عينه على علم؟ اللي هتختاروه هو اللي هيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفع للكرسي ده غير واحد من الاثنين، يا اما مناع يا اما همام. صح؟ صح. صح. كل عيله تختار واحد منها ونعود نختلفوا تاني. ايه هو ده؟ وايه رايكم؟ نرى بنفسي اختار مناع يكون كبيرنا، يكون ملك النجع كله. بس بطل حديث. كلنا عارفين قيمة مناع، هو الوحيد اللي بيعرف يطبخ الطبخة ويبيع الحشيش، وفوق ده وده عقله صاحي وواعي ومتعلم وحقاني. الساعة دي يا مناع هتكون انت كبيرنا وملك الجبل. يعيش مناع ملك النجع. يعيش مناع. يعيش مناع ملك النجع. يعيش مناع ملك النجع. اولا بشكر صاحبي همام
اللي فضلني عن روحه. وتاني هام لازم نصفي النفوس، وقبل ما ابقى كبيركم كلكم ونبقى عيلة واحدة لازم اجيب حق المظلوم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم، تقصد ايه يا كبيرنا كلنا؟ اقصد ان العبايدة راح منهم 25 نفس غدر من البندرية، وانا حكمت على البندرية ونيابة عنهم همام يدفعوا 1,000,000 جنيه دية، ده اذا سمحوا العبايدة وجبلوا الدية ويستسمحوا. وانا نيابة عن العبايدة بقول اننا موافقين على حكمك يا كبير الناس. يا قولك يا صاحبي، أترضى بحكمي ولا بلاش منها القبرانية من أساس، وتفضل كل عيلة على حالها نفوسها طفح المرار وشايلة الطار. طالما نتصالح كلنا أنا موافق، هدفع الدية وأنا قدامكم كلكم بقول للعبايدة أنا ما أحقق لكم والمسامح كريم. ولد أبوك يا صاحبي، ولد أبوك. الله أكبر الله أكبر. فيه يا زرزور ما تتكلم. سي مناح بقي ملك النجح. ايوه، وكلهم شايلينه فوق راسهم وبيلفوا به الناجح. يعني ايه ملك الناجح؟ يعني اشتراه بفلوس وبقى ملكه كمان؟ يعني حاجه كده زي كبير كبرات النجح. ايوه، وكلمته تمشي على الكل حتى همام كبير البندريه. ايوه، ومحدش يعصاله امر، ملك. وهمام قبل بكده؟ ما عرفش. في الأول عيلته كانت رافضة، لكن هو تنازل لسي مناع وقال أني أول واحد يطيعه، وفرض على عيلته كلها تطيعه قبل منه. وإيه يعني؟ فطول عمر مناع وكلمته كانت بتمشي على همام وعلى أبوه وعمه دياب. لا ياما، ده كان زمان أيام ما مناع أخويا كان شايلهم في زراعة الحشيش وباعه. ما هو مادام رجعنا نزرع الحشيش من تاني يبقى الكل لازم يطيعه، يعني مش جميلة ولا حاجة. طب إيه قولك اللي سي مناع حكم على همام يدفع 1,000,000 جنيه للعبايدة دية ويستسمحهم كمان؟ همام توقف دي كمان؟ ايه، اللي طوعه وحب على راس كبير يا عبايدة. لا كده يبقى الحكاية فيها إنا. لا يا أم، سألين أنا، لا إنا ولا حاجة. حتى همام طول عمره بيحب مناع وبيسمع كلامه من وإحنا صغيرين. استغرب ليه مناع من اللي أنا عملته؟ لأن خبرك زين يا همام، وعارف إنك ممكن تتمسكن لو ليك مصلحة عندي، إنما توقفك كده. شوف يا مناع، الحق ما يختلفش عليه اتنين، وكل أهل النجا عارفين قيمتك زين، وأولهم أنا وعيلتي. يعني مش هترجع تعرضني تاني يا همام في أي حكم أحكمه؟ طيب يا مناع، أنا هقولها ليك وقدام كل الرجالة دي، أنت الملك يا مناع وأنا أول واحد هيطيعك، بس بشرط يا مناع صون كرامة عيلتي وتخليني الوزير بتاعك والحكم يكون ليا في غيابك. أيوه، اكشف عن اللي في نيتك يا همام. ما انت عارف ان مناع بيسافر لسوهاج وبيغيب هناك لمدة طويلة، وفي الحالة دي هتقعد انت هنا في النجع تحكم وتتحكم فينا وتبقى انت الكسبان. طالما النجع كله يبقى عيلة واحدة انا موافق، شرط ان عم ناجي يوافق على كلمتك في غيابي يا همام. ربنا يبارك لك يا ولدي، هو ده الكلام. ماشي، وانا راضي. نقروا الفتحة على كده. الفتحة يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين،
امين. اضرب نار يا شوقي، اضرب نار يا شاهين. الحمد لله لك شمله. علينا رجاله. المهم نتقي الله في كل افعالنا. وربنا على الخاين والظالم وابن الحرام. والله المستعان. استاذن يا رجاله، عندي مصالح في سوهاج والحمد لله هنزل انا واطمن. واتعود ميتة كبير. قبل الحصاد بامر الله. السلام عليكم. يلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اضربوا نار يا واد. مع السلامه يا ملك.